تلفوا البلد، السوق والدكاكين والبيوت، كل خن وكل روك، وتشوفوا وتسمع، ترجع عالظهر للحريم تحكي لهم عن كل واحد عنده بيت كبير، اسمه واسم مرته واسم عياله، عنده ايه بهاي، عنده ايه واكل، ها؟ وكل شيء يقع عليه العين. اللي هيرجع يقول لي ما شفتش هعلقه، ها؟ واللي هيرجع يحكي عن كل حاجة شافها ليه عندي هدية. فتحوا عينيكم وودانكم كويس، يلا اسرح اسرحوا.